السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي جانا كوتور. بون، هذه رشمه تاع واحد الزبونه جات عجبتها بغيت نخدمها. الادوات المستعمله راح نستعملوا هذا الكاسي وهذا ليبول برونز وهذا القصيبيت والخيط الاسود بطبيعه الحال. بون، اللي راه باغيت راكم باغيين تشوفوا النتيجه في النتيجه تاع الجلابه كيفاش راح تخرج، تابعوني في قناتي على اليوتيوب جانا كوتور، راح نحط كيفيه العمل والنتيجه باذن الله. وما تنسوش تبارطاجوا لا فيديو وديروا لي جيمو ابوني وسلام. بسم الله نبداو على بركه الله. بسم الله. هكذا احسن، تسكي بالفلاش كانت تبين فلو. هنا فقط طولت الخيط على بها راه شويه غابني، من الافضل ما طولوش الخيط بزاف يعني فقط.
بعد ما كملنا الرشمه شوفوا الشكل تاعها كيفاش خرج. اخر ما كملت الجلابه بالرشمه الى خرجت شابون، باين نخدم دركا الوسط باش نشوفوا كيفاش راح تخرج. تبعوا معايا لا فيديو كملوا وشوفوا النتيجه كيفاش راح تخرج. اخر ما كملنا راح نبداو ان شاء الله نخدموا في الوسطاني. هي دائما الخيط خاص يكون متين مليح، يعني باش ما تخسرش الخياطه، يعني الانسان كي يخدم خدمه يخدمها متقونه. وخدموا ديريكتومون كيما نقولوا تخدمي القصيبات او ميم طون هذيك البوله في الوسط ديريكت باش ما تبقيش باش الخيط، يعني كي تخدمي كيما هكا الخيط ما ينشكملكش، الكتان عذرا ما ينشكمش، ما تجيكش هذيك الشكمه باينه، تجي خدمه زينه ان شاء الله. مي توجو كي نحط حاجه نبغي نخدموها، يعني نبغي نحطها نخدموها باتقان، نبغي نوريكم راني نوري فيكم كاع التفاصيل حتى الصغيره التفاصيل اللي تحتاجوها، يعني خاطرش ماشي تفاصيل الكبار حاجه كبيره يبينه، بصح التفاصيل الصغار هما اللي الواحد يحتاجهم باش يخدم حاجه خاصه للمبتدئات. هذه الخدمة الأولى اللي خدمتها، يعني عاد ما صورتهاش التحتانية باسك غادي ان شاء الله نحطها لكم وحدها في فيديو، لاخاطش شوية تشد الوقت باش تاني ما نطولش عليكم الفيديو. تاني باش نعلمكم كيفاش من الداخل تكون كيما هكا، هيا وهيا من الداخل كاش كاع الخيط ما يبانش، او ميم طون ما تجيش مشكومة يعني بون راح نزيد معكم زوج واحد اخرين ونعاودو نولي نزيد نكمل معكم هاد الزوج. وفقط تاني نوصيكم حاجه، مين تشرو هذه السلعه حاولوا تشروهم كما نقولوا حوانيت موثوقه، يعني انا المره اللي فاتت ما شريتش على الحانوت اللي مداري نشري ليه، باع لي سلعه يعني ماشي
ماشي زينه. الحمد لله انها خدمتها فقط للعائله، يعني ما خدمتهاش، ما بعتهاش، خدمتها فقط لخواتاتي. كان بعتها كنت راح نطيح في موقف حرج جدا. المهم هذه اللي نوصيكم عليها، انكم كي تشرو من حانوت موثوق، مصداقيه اهم شيء. بون هاني خدمت معكم هادو حبيبات. يعني فقط اضاءة الهاتف راه شويه شويه غبنتني. هاولا، وها هي الخدمه من الداخل، يعني خدمه نقيه. هو مازال ما كملناش البدايه الجلابه في العدران، نكملوها ونشوفوا كيفاش راح تخرج لنا. تبعوا معايا على فيديو.